هذه الجهة اليمنى البينية ما وصلت مرة أخرى للمرشة. يمكن جول لا والله يمكن جول من بدري لبرشلونة. خلاص يعني من بدري الأمور واضحة. برشلونة هنا يسجل الهدف الأول في المباراة ويترك الميلانيين ويترك أياكس أمستردام. فليفعلوا ما يفعلوا، وبالتالي هنا الصدارة يعني إلى 13 نقطة طبعا لغاية الآن. هناك في سانسيرو التعادل مستمر بلا أهداف، ولكن هنا بيكي في مباراة رقم 60 في الشامبيونز ليج يسجل الهدف الشخصي الثامن. لاحظ المتقدم كالعادة يتواجد كالعادة، ولاحظ البينية الجميلة اللي وصلت بهذا الشكل إلى سانشيز بعد الدربكة. يعني نتيجة 1-0 في المباراة الأولى في غلاسكو 2007-2008 أيضا كانت 1-0. جول نيمار يسجل أول أهدافه في دوري الأبطال مباشرة في المرمى، ويتقدم الآن برشلونة بالهدف الثاني. أليكسيس سانشيز اللي حولها، وبالتالي نيمار يحطها في الزاوية على شمال حارس المرمى فوستر، وبالتالي يأتي الهدف. لكن لاحظ لا والله نيمار هو اللي هيئ الكرة، وبيدرو بيدرو نيمار إذا يتقدم ويصنع الهدف الثاني لمصلحة برشلونة. هورست كايل روجيتش خطيرة، يمكن الثاني ما كان من نيمار، كان من بيدرو. الثالث الآن من نيمار، وبالتالي نيمار يسجل هدفه الشخصي الأول في دوري الأبطال. صار 3-0 الأول، وبالتالي يعني لا يمكن الحديث عن أي شيء آخر في المجموعة. يتلاعبون، يتفنون، يتناقلون الكرات، بهدلوهم عدل. 3 يمكن تكون حتى قابلة للزيادة في الشوط الثاني، وبالتالي الأهيل وكرة القدم الجميلة اللي قدمها برشلونة يعني بمن حضر وبالغيابات. شوف واحدة ثانية ثالثة رابعة وصلت لمونتويا المتقدم. مونتويا يصنع، شوف اللاعب الشاب اللي يلعب مكان ألفش يصنع الهدف الثالث. 56 في بطولات الأندية الأوروبية المختلفة. محاولة تسجيل الهدف الرابع، ياك الرابع لبرشلونة. نيمار اللي ما سجل ولا هدف في المباريات الخمس الماضية يسجل هدفين في هذه المباراة، وبالتالي تصير النتيجة إلى 4-0. 4-0 من ضمنهم هدفين لنيمار الذي حقق يعني الهدفين، وعنده 4 أهداف في الليغا، وبالتالي النتيجة تكون إلى 4 أهداف مقابل لا شيء. برشلونة الآن بالضبط يكون قد حقق نفس النتيجة. شوف خذ هذا وأول الألعاب. أنت إذا تبي تسهر، تبي والله تشوف أهداف، تشوف كرة قدم جميلة في مباراة سهلة، هي بمثابة نزهة للفريق الكتالوني. وصلت الكرة إلى نيمار، زرق ومر وحط الكرة في الجول. الهدف الخامس لبرشلونة. نيمار يتقدم، نيمار يتألق، نيمار يزرق، نيمار يتخلص، وبالتالي يأتي الهدف الثالث. الكل يصفق لنيمار والكل يحيي البرشا، وبرشا في برشلونة وفي الكامبانو، ونتيجة قاسية. شوف أدريانا برازيلي، نيمار برازيلي، لكن البرازيلي الثاني زرق ومر وتقدم وصدق في المدافع وخرج حارس المرمى، بهدلهم بهدلهم. شوف ولاحظ معي يتقدم ويزرق حق أمبروز، صدق في المدافع وعانقت شباك فوستر، وكان الهدف الخامس لمصلحة برشلونة. صارت 5-0. نيمار قبل بداية مباراة اليوم. شابي ينطلق، شابي ويحولها إلى أدريانو يحولها أيضا جول.
جول سادس هذه المرة من البديل تيو. مش ناسين الرابع هنا في الملعب الجمهور، ناسين الفريق مسيطر، ثلاثة في الشوط الأول، ثلاثة في الشوط الثاني، نص تلزم من الأهداف. ولاحظ مرة أخرى أدريانو يحولها بهذا الشكل إلى تيو، تيو مباشرة. لاحظ المهندس والقائد الفني شافي يوزع الهدايا بالأخير إلى تيو، من شافي إلى أدريانو إلى تيو، وتيو تصمد أيضا في المدافع الهولندي فان دايك ويأتي الهدف السادس. إنها النتيجة الأسوأ 6-0، لكن يشوفون برشلونة أكيد ضربة حرة. جول جول لسامراس يسجله في الكامبانو. سلتيك يعني سامراس لاعب ممتاز، ليدلي لاعب ممتاز، سكوت براون لاعب ممتاز، ما بالو يظهر الآن أمامك سامراس اللاعب الأفضل في سلتيك، ويعمل له رأسية قوية في شباك بنتو. إذا يأتي الهدف اللي طال انتظاره.